نرحب بكم في فقرة أنا أرى المخصصة حالياً لمتابعة الحدث اليمني، حيث نبث مقاطع فيديو وصور التقطها المواطنون الصحفيون من أنحاء اليمن بهواتفهم وأرسلوها لنا عبر تطبيق أنا أرى الموجود على صفحة العربية نت. قبل استعراض أبرز الفيديوهات والصور التي وصلتنا، نستطيع أن نقول أن تطبيق أنا أرى شهد تسجيلاً في آخر 8 أيام أكثر من 54,000 مستخدم، وعدد المشاركات التي وصلت بلغت أكثر من 15,000 مشاركة بين فيديو وصور ثابتة. طبعا هذا الكم الهائل من المشاركات بالألاف لا يمكننا عرض سوى بعض منه. نبدأ من هذا الفيديو الذي وصلنا لأعضاء المقاومة الشعبية الذين دخلوا معسكر صلاح الدين وسيطروا على دبابات كانت ميليشيات الحوثي قد استولت عليه. وفي عدن أيضا تمكنت المقاومة الشعبية من دخول معسكر اللواء الخامس وذلك في منطقة بير أحمد، يظهر خلوها من العتاد الحربي بعد استيلاء الميليشيات الحوثية عليها ونشر الدبابات. وننتقل إلى موضوع آخر وهو استمرار أزمة شح المواد الغذائية. طابور من الأهالي في مديرية الجبن بمحافظة الضالع ينتظرون الحصول على احتياجاتهم اليومية التي يضطرون أحيانا إلى شرائها من شاحنات إيصال المساعدات مباشرة، كما أيضا تستمر أزمة الوقود وشح المشتقات النفطية مما أدى إلى ارتفاع سعر الوقود. أصبح سعر اللتر 20 دولار في السوق السوداء أو 26,000 ريال يمني، مرتفعا 9 أضعاف حيث كان ب 3,000 ريال فقط. هذه الصورة تظهر مدى تدخل الحوثيين في نواحي الحياة لسكان اليمن، حتى النساء لم يسلمن منهم. يظهر هنا عنصر حوثي يفتش امرأة في منطقة حز يز في صنعاء. أهالي تعز أيضا يبدون جاهزيتهم لردع أي تحركات لميليشيات الحوثي، حيث كتبوا هذه العبارات المعبرة: تعز إذا فرضت عليها الحرب لم يفرض عليها الاستسلام. وختام الصور تفجير طائرات عاصفة الحزم مخازن الأسلحة غرب مدينة صنعاء، وصلتنا عدد من الصور من عدد من المشتركين لعمليات قصف قوات التحالف لمخازن الأسلحة. وبالعودة إلى الفيديوهات، نلقي نظرة على هذا الفيديو الذي يظهر أطفالا يلاحقون دبابة بعد استعادتها من الميليشيات الحوثية. وننتقل إلى فيديو آخر وصلنا من مختار العيان في صنعاء، يظهر قصف قوات التحالف لمخازن الأسلحة في قاعدة الديلمي. وفي ختام أنا أرى نذكركم إذا كنتم في اليمن يمكنكم المساهمة في نقل ما يدور حولكم من خلال تحميل التطبيق أنا أرى المخصص لنظام أندرويد من خلال زيارة متجر جوجل في الهاتف الجوال أو زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية الواضح على الشاشة. نذكركم أن التطبيق لا يزال يعمل داخل اليمن رغم حجم موقع العربية نت هناك، وإذا كانت المشاركة صالحة يمكنكم رؤيتها من خلال صفحة أنا أرى على موقع العربية، وسنختار منها ما يبث في نشرات الأخبار على قناتي العربية والحدث ضمن فقرة أنا أرى.